شو هالمفاجأة الحلوة عمر؟ المفاجأة لسه ما خلصت، العمر كله روحي. تعرف كنت حاسة انك مخطط لمفاجأة، بس ما تخيلت كل هالناس هون. المهم بلشت الحفلة، نقطع الكيك؟ بعد شوي. كتير حلوة. شوري لك شوري يا بشوري. يلي واقف مع أخوه جهاد صح؟ أنا هي أول مرة بشوفه. بعرف من زمان كان يقولوا إنه معه شي مرض. ليكي عم يرجف مسكين. عن جد شكرا، هي أحلى هدية ما رح أنساها بحياتي عمر. بتشكرك من قلبي على كل شيء. بصراحة اللي بيستاهل الشكر الكبير على هالليلة هي جوري. ما فهمت. أنا عملت تذكير صغير مو أكتر، لولا مساعدة عمر بيك ما قدرت نظم هالحفلة. ما كنا قدرنا. بما أنه الحفلة بلشت أسرع مما تخيلت، رح روح ظبط مكياجي. شو مبسوطة؟ مبسوطة. أنا أول مرة بعمل هيك، هاي المفاجأة بتعني لي لأنه عملتها لشخص بيهمني كتير.
تعرف على أخوك جهاد. على فكرة رفيقته لأخوك كتير حلوة. جوري؟ تتذكري وقت شفنا صورتها؟ وقت كانت هي والدكتور عمر. وأنا عم قول وين شايفتها. بس هي شو علاقتها بأخوك؟ بتكون خدامتي، خدامتي بالبيت. بحياتي ما شفت هيك خدامة أبدا. دقيقة ما فهمت، هلا خدامتك تتصور مع عمر بيك بعدين بتجي مع أخوك هي وماسكة إيده؟